اي ديفنس. هنسمع هيقول ايه ونرجع تاني. اتفضل يا كابتن. كابتن حسن علي ده تاريخ كبير. انا جيت نادي الترسانه هنا في ال 73، جيت كان الكابتن حسن علي كان بيلعب مع المجموعه اللي كانت قبليه، كابتن شاذي وكابتن مصطفى رياض، وكان لان هو كان اقدم مني باربع خمس سنين في نادي الترسانه. هو كان برضو كان ليه اطباع معينه. احنا كنا في بدايه المباراه كده، لما بنيجي نلعب مباراه بيبقى عندنا حاجه اسمها ايه، حمى البدايه. الواحد بيحس نفسه ان هو جاي مش عايز يكلم حد، مش طايق حد، عايز يقعد في اوضه لوحده ويحط فوت على دماغه ويقعد يفكر في المباراه ان هو هيعمل ايه. كان بيعمل حساب المباريات او بتاعه الدوري ان احنا ربنا يكرمنا وبعد الماتش ما يخلص الناس هتقابلنا ازاي، هنكسب ولا هنخسر، وبالذات على ملعبنا. فكان هو كان ليه اسلوب كده عكس اي حد تاني، ياخد جنب لوحده ويجي مفشر لغايه ما ربنا يكرمنا ونلعب ونكسب. بعد الماتش شوف كابتن حسن علي بيعمل ايه، يرقص ويضحك ويجري زي طفل صغير بالظبط بعد ما بنكسب مباراه. ربنا يكرمك كده ويطلع لنا حراس مرمى زيك واحسن منك كمان. نتمنى ان نادي الترسانه يبقى في حراس مرمى زي زمان، زي ما كنت بتعمل زمان، ودي حاجه مش جديده عليك. انت حتى كبرت في السن ما كبرتش، انت قلبك موجود وروحك موجوده لنادي الترسانه، وربنا يوفقك ان شاء الله ونشوف حراس مرمى على ايدك ان شاء الله في الترسانه ويلعبوا باسم الترسانه، والترسانه ان شاء الله باذن الله تصعد على ايد ان شاء الله.